للسنة الثانية على التوالي بتنظم المؤسسة المارونية للانتشار الأكاديمية المارونية اللي بتهدف لإعادة ربط الشباب اللبناني بجذورهم وبلدهم وخاصة الموارنة منهم. الشباب اللي تم اختيارهم لهالدورة تتراوح أعمارهم بين 20 و 28 سنة وقادمين من كل أنحاء العالم. المتحضرين من أصل لبناني، الشباب يلي ما بيعرفوا لبنان ولا أغلبيتهم ما إجوا بعد على لبنان، تقدر بواسطة برامج الأكاديمية المارونية تستقطب انتباههم وتربي عندهم هالشعور الانتماء للبنان. كنت حابة أتعرف على ناس مثلي، انه اللبنانيه بس عاشوا برا، منتاليتي انه شوي غير عن الجنوب، بس كمان مش نفس الشيء تبع منتاليتي تبع اللبنانيه. لبنان لإلي هو بلدي، فهو الهويه تبعولي، هو مثل ما اليوم تعلمنا بالكونفرنس هو الادرس تبعولي، يعني ما فيني اعرف على حالي بلا ما اعرف انه انا لبناني. في كتير بسط بلبنان، مش بس زعل وحرب، وبحب العالم كلهم يلي من قلب لبنان بريت لبنان انه يعرفوا هالشيء. السنة حملت الأكاديمية اسم أنطوان شويري اللي لطالما آمن بلبنان وبطاقات شبابه. بالبداية تأسست المؤسسة المارونية للانتشار مع جورج فريم أب ميشيل إدي أنطوان شويري، لأنه بهدف جاب اللبنانية يلي موجودين بالاغتراب يجوا على وطنهم الأم. السنة الماضية كان في باسم جورج فريم، السنة باسم أنطوان شويري. برنامج الأكاديمية كان حافل بالنشاطات اللي بدأت كلها بثلاث محاضرات يومية. تعالوا نحن نعمم ثقافة الحياة، ثقافة الإبداع، كونوا معنيين بقضايا جذوركم، طلعوا من هون قولوا نحن بدنا نحكي عن جبران، ونحن بدنا نحكي عن وادي النوبين رح تشوفوه رح تكتشفوا عظمته، نحن بدنا نحكي عن مغارة جعيتا اللي لازم كل الأمريكان والأسترالي يرجعوا يشوفوه. نحن بدنا نرجع للمسيح، ما بنقدر نحن نكفي انه بس شعائر، بس بنروح مثلا بيقلك ناس بيروح على الكنيسة وبيصلي ما بيفوت قديس نهار الأحد أو كذا، مش هيدا المهم. المهم شو معنى المسيحية؟ محبة الآخر. بعد المحاضرة اليومية جالوا المشتركين على أبرز المناطق اللبنانية الأثرية والتراثية التاريخية اللي حملت بصمات الموارن الأوائل. ورغم كل الصعوبات اللي عم بيمر فيها لبنان، تبقى رسالة المؤسسة المارونية للانتشار قوية. احنا ما بدنا نموت، نحن هالبلد بلدنا، نحن منضل بهالبلد، وهالمساج انه عنا تفاؤل لانه مشان هيك جبناهن مع كل الصعوبات يلي موجودة. وبنهاية هالجولة اللي رح تستغرق حوالي اسبوعين رح يتم توزيع الشهادات على طلاب الاكاديمية، ورغم كل المشاكل اللي عم بمر فيها هالبلد حلو يكون في هناك اشخاص بعدها بتآمن بلبنان.